اللاعب محمد داود انتقالي إلى نادي الشرطة مرهون بموافقة إدارة النفط ولدي عروض أخرى. مثل ما شفت اليوم يعني أنا قاعد أدرب هاي الفترة مع الفريق، يعني أنا ملتزم بعقد مع النادي، أنا ما لي علاقة بالمفاوضات بين أي النوادي، أيا كان النادي يتفاوض مع النادي مالته، أنا ما أتدخل بهاي الأمور، هم يوصلون حل، والنادي بذاك الوقت من يعطيني الضوء الأخضر يلا نباشر بهاي الأمور، أنا مع العلم هسا أنا لاعب نادي النفط، وعندي مباريات وتركيزي كله على التمرين والمباريات. اليوم يعني كابتن اكو عروض اخرى غير نادي الشرطه؟ هي هواي عروض، يعني اي فريق من يسمع محمد داود مثلا عارضينه او اي شيء، يعني كل الفرق تدخل في الخط. زين، كان لك قبل قليل حديث مع الكابتن مشرف، شنو تحدث معه؟ ماكو اي شيء، يعني ان شاء الله قال لي فريقك هذا وركز على تمرينك ومباريات، قلت له انا قبل كل شيء انا حكيت هاي الامور، قال المفاوضات احنا مستمره مع النادي وخلاص. رغبه الانتقال اللاعب محمد بقاء ام الذهاب الى نادي الشرطه؟ ان شاء الله بعد يعني وقت لك عن المفاوضات بعد.